يتجدد لقائنا معاكم مشاهدي قناة الأخبار في برنامج ترندز وجولة جديدة بين منصات التواصل الاجتماعي، رصدنا لكم من خلالها أبرز الهاشتاجات والأخبار المتداولة. ننطلق بجولة اليوم مع ما نشره وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري على صفحته الخاصة في منصة إكس حول الدعوة لضرورة المحافظة على متانة وحدتنا الوطنية ونبذ كل ما من شأنه المساس بنسيجنا الاجتماعي الخليجي. دعوة الوزير هذه تم تداولها بشكل لافت في الحسابات الإخبارية وحسابات نشطاء التواصل الاجتماعي. تداول نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتصال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري بالبطل الكويتي فيصل الراجحي بعد حصوله على برونزية مسابقة الجري على الكرسي ل5000 متر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024. الله يجزاك خير. الله يسلمك. الله يجزاكم خير. مشكورين. طبعا الهداء هذا الله يسلمك. باذن الله بعدنا ما خلصنا ان شاء الله. باذن الله بعدنا ما خلصنا عندنا باكر ان شاء الله سباق 1500 تصفيات. ادعوا لنا بالتوفيق ان شاء الله وتسمح لي اني اهدي الانجاز هذا حق حضره صاحب السمو ولي عهد الامين والشعب الكويتي والرئيس مجلس الوزراء ولكم كلكم مشكورين. وتحت هاشتاغ نادي ضباط الجيش نشر حساب الجيش الكويتي على منصة إكس مقطع لحفل تخريج دورة معسكر المجند الصغير اللي يهدف لتعزيز مفهوم القيم الوطنية والولاء والانتماء للوطن لدى الجيل النشأ. ننتقل وياكم إلى حساب وزارة الداخلية على منصة إكس ورصدنا منه خبر حول استمرار قطاع الأمن العام في تنفيذ الحملات الأمنية على مختلف محافظات البلاد لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.
خدمة جديدة تنضم لسلسلة خدمات التطبيق الحكومي سهل، وهي خدمة الاستعلام عن حالة عقار اللي أطلقتها وزارة العدل بهدف إتاحة الاستعلام ومعرفة ما إذا كان العقار مرهون، وذلك من خلال إدخال رقم العقار وسنة العقار الموجودين في الوثيقة. نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة تحت هاشتاغ خدمة صحية انطلاق حملة تطعيمات الشتاء الموسمية تحت رعاية وحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، بهدف توفير حماية شاملة للمجتمع. محطتنا الحالية من حساب بلدية الكويت بمنصة إكس، اللي انشرت فيديو لمواصلة بلدية الجهراء جهودها في تنظيف الطرق ورفع المهملات والأنقاض والمركبات المهملة في العبدلي والسالمي وشبد وأمغرة وسعد العبدالله. ومن منطلق تطوير الشباب واستثمار وقتهم بشيء يعود عليهم بالمنفعة، قدمت مراكز الشباب هذا الصيف أنشطة رياضية متنوعة جمعت بين المتعة والتحدي والحماس ضمن الأنشطة الصيفية لـ 2024. نشوف معاكم الفيديو المتداول بهذا الخصوص. ومع هذا الخبر نكون وصلنا معاكم لنهاية الجولة، نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله، مع السلامة.